ما قلت لك الخانم شو بده مني؟ كتر الحكي هذا بدك تبطله. هلا بتعرف. بيأمرك. بيأمرك وبيأمر كبيرتنا. تعال فوت يلا. يا محمد. هلا كله هذا بيت واحد نوري افندي؟ لا حارة. خانم هذا صار هون. خليه يفوت. شرف يا شومان. واقف هون. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت طنبرجي عندي بالخان؟ مزبوط يا خانو، طنبرجي وعندي عرباية بترزق من وراها. اسمع شو رح اقلك ولا؟ اثبت. بتنقبر هلا وبتروح على بيتك، بتطلع زهرة من البايكة وبتحطها بغرفة تليق فيها، وإذا بسمع إنك مديت إيدك عليها بتعرف شو رح أعمل فيك؟ لا والله. شو؟ كتير منيح إنك ما بتعرف، وأنا ما رح أقلك، بدي إياك تجرب وتشوف. بس يا خانم يعني هي عم تعصيني، ما عم تسمع كلمتي بنوب و ما عم تخليني. جرب تاخذها بالقوة وشوف شو رح يصير فيك. انت بتعرفه للبغل يا شومان؟ شلون ما بعرفه؟ اذا انا ما عرفته للبغل مين بده يعرفه؟ كتير منيح انك بتعرفه، لانه بدي ساويك مثل البغل. لا تفكر اني ما بعملها. بخلي الشباب يخصوك وبفضحك وبخلي سيرتك على كل لسان. نبر روح على بيتك تضرب انت واللي سمعك بهالاسم. نبر طلع. يلا يلا ترمل. لك يلا رقد على بيتك. شو عم تتمشى؟ يا راسي يا مال شرف. نلع. روحي انت وياها على شغلكم. يلا وانا رايح على شغلي يا خانم. وليش هيك منظرك كأنه طامر راسك بالزبل؟ شبه منظري؟ ما في شيء، خزيت العين بشهي. ايه شو قالت لك كمان؟ قال بدها تخ. ما بقدر اقول لك شو قالت لي. ما بقدر. ايه معناته بتعمل اللي قالت لك عليه الريح. يعني رح تتركني يا كبير؟ ايه رح اتركك. تعرف ليش رح اتركك؟ لأنك قديش، لأنك أحمار عدم المؤاخذة. ولك ألف مرة صرت قايل لك كسير عينها وزل أهلها، وأنت مثل الطنبور لا كنت تفهم ولا كنت تمون على قفاك. ولكن الغريب صار يتدخل ببيتك. روم خلقتي ولا روم خلقتي اللعن. روح لك. معلش تفهمني شو عم تعمل؟ شو عم بعمل يعني؟ عم جهز الأوضة للخانم. أي خانم؟ ليش كم خانم عنا بالبيت؟ زهرة بدها تجي تنام هون. وين هون؟ لك هون هون بالأوضة بتنام جنبك على التخت. شو أمرت؟ وجنابك شو مان أفندي؟ هلا أنت شو بدك فيني؟ لا تهكلي همي، أنتوا ناموا وانبسطوا وأنا بدبر حالي. كيف يعني بتدبر حالك؟ نورية لا طلعي لي خلقي. ها هلا بتروحي لعند زهرة خانه وبتحكي معها بكل ادب ولطف وبتقولي لها تيجي تنام جنبك وانا بالابر مكانها بالبايكه. انت صاير لعقلك شيء؟ طق يطق عالي ارحم بكثير ما دري خانه طق لي شيء ثاني. شرفوا سيدنا شرفوا.
يا ميت اهلين وسهلين، شرفتوا جنابكم. اهلين اهلين. سيد حسن وعدتنا بزياره قريبا، نتشرف جناب المتصرف. يعطيك العافيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. جنابكم شغله صغيره، ما في شيء من واجبكم. شو بدك يا ابو حمزه؟ في واحد زرباوي بالحارة مقطع السابلة وعامل الغيبة، بمعيتكم بدنا فرماشنه. لازم معروض من أهل الحارة يا أبو حمزة، لازم يكون الأمر قانوني. جاهز جنابكم؟ فضلوا جنابكم. هاو أبو حمزة هاو، اعتبروا شنق. بارك الله فيكم جناب. السلام عليكم. عليكم السلام، شرفتوا. يلا يا ابني. مين على الباب؟ داية بدور. اي شغله؟ خليها تفوت. عن جد بدك تستقبليها؟ بدك العالم تحكي علينا؟ عملي مثل ما عمل لك، روحي. مرحبا يا خانو. اهلا وسهلا، تفضلي. الله يزيدك فضل وشرف. سعاد عملينا كاستين عصير، خلي الدورة بالقلبة. طمنيني عنك، كيف صرتي؟ ان شاء الله منيحه. كيف بدي يصير يعني؟ ما فهمت. لا انت فهماني قصدي. لا والله ماني فهمانه. ها ايه ايوه هلا فهمت شو قصدك. إيه لا تخافي، ما صار شيء، ما خليته يمس شعرة من شعراتي هالابن الحرام. بدور تطلعي فيني منيح وخففي لي اياها للجذبة. عبده لو كان فايت يعتدي عليكي ما كنت طلعتي صاغ من بين ايديه. ايوه والمعنى؟ المعنى حبيبتي انه بدي اياكي تحكي لي السيرة كلها. في شيء انا مالي فهمانته وبدي افهم. شو هو هاد اللي بدك تفهمي يا خانو؟ هي السيرة وما فيها، كل الخلق صار الدريانة فيها. الزلمة إجا هالابن الحرام ليتعدى علي ويبهدلني ويفضحني قدام الخلق. قمت أنا صرخت بعلى صوتي ولميت عليه كل الخلق. إيه والله وصلت صواتي لسابع السماء. خلصت السيرة عن جد؟ إيه والله الدنيا كلها لو فاتت لحتى تبعده عنك ما رح يقدروا. أنت وحدة كذابة، يا أما هو فعلا أخذك يا أما أصلاً ما كان فايت لحتى يعتدي عليك. يعني بفهم من كلامك إنه عبده تقصد يعمل لك هالفضيحة. إيه معلوم. طيب ليش؟ ما زال ما بده ياكي، لا بده يعتدي عليكي، ليش لا يعمل هيك؟ والله يا خانو ما بعرف، بس يلي بعرفه كتير منيح انه عبده العربجي ابن العربجي، واحد ابن حرام ومقطع موصل، وما بده سبب لحتى يعمل هيك. الله لا يوفقه. خرب لي جوازتي، بدك اكتر من هيك؟ ايه لا حبيبتي، عبده عمل هيك لحتى يردلك شي انتي عملتي له اياه. أنا تأخرت كثير يا خانو، دايما إن شاء الله. ليكي قاعدة شو بهيك؟ كملي كاستي. لا معلش بدك ما تواخذيني. سلامة فهمك. الشغل لفوق راسي لأني داية الحارة. الله معك. بيتك شو كذابة.